يحيى. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانت في خير. ازيك يا حاج يحيى من أسوان صح؟ ايوه. ازيك؟ انت صديق الله. صديق لينا. كل عام وانتم بخير. صديق الله يخليك. انا شفت رؤيا عندي بنتي الكبيرة مطلقة. ايوه. ونايمة على السرير من ناحية الحيطة كده. تمام. وبعدين بنتي صغيرة نايمة جنب منيها. وبعدين عندي ولد عمي نايم في طرف السرير وده على المعاش ومتوفي. وبعدين جاتني امي برضه. اسمه ايه ولد عم عمك ده اسمه ايه؟ اسمه مهدي. مهدي طيب تمام. وبعدين جاتني امي جابها لي الصينيه فيها صحن فيها ملوخيه والصحن الثاني فيه كفته كثيره. ووالدتك موجوده عايشه؟ لا متوفيه. الله يرحمها. الله يرحمها. وبعدين انا اكلت بس في الكفته بس. بعدين فضلوا اسبوعين اثنين في الصحن سبتهم. فجت قالت لي الا تاكل الا تاكل. المهم مدتني واحد صباع والصباع الثاني قسمت معايا. خدتها لي نص في خشمي وهي اخذت النص الثاني. ابشر ابشر. وبعد كده ما اعرفش ايه حصل ثاني. حلو. بص ان شاء الله خير كتير باذن الله تعالى. اولا البنت المطلقه اللي هي مسنوده على الحيطه دي، الحيطه دي ان شاء الله زواج ليها. لان الرجل هو يعني زي ما بيقول لك يعني المثل الدارج، الظل راجل ولا الظل حيطه، المهم الحيطه دي هي الزوج او الرجل. فهي ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا هيديها حد تتسند عليه يبقى مصدر. وبعدين هي على السرير يعني السرور والفرحه والراحه ومعاها بنتها، يعني هياخدهم جمله، مش هيقول لها لوحدك بطولك، لا هو حد على كيفهم يعني. الحاجة التانية الراجل اللي نايم ده اللي هو المتوفي، بصي لما تشوفي حد متوفي في المنام نايم جنبك ده طول عمر للحي وعلى اسمه، طبعا اسمه مهدي، فان شاء الله يبقى لها هداية ويبقى لها حاجة فيها خير يعني هتفتح عليها. دي نمرة واحد. اما والدته بقى اللي جات المتوفية اللي ادت له هي الملوخية مش محمودة شوية حاج يحيى في المنام شوية يعني هنقابل شوية مصاعب. هو أكل كفتة مش ملوخية. هو شافها. أصلا لما تشوف الملوخية مش محمودة ولا طبخا ولا ورقا. وحشة جدا. لكن أنت أكلت الكفتة، الكفتة ده جواز للبنت إن شاء الله.